باحتفالية خاصة شهد أوتيل الموفامبيك بيروت أطلقت شاشة التلفزيون العربي دورة برامجها الجديدة، وبشكل خاص الموسم الرابع من برنامج طرب مع مروان. بدايتي مع العربي ابتدت بشكل تشبه الصدفة يعني، وما كنت أنا حتى متوقع أنه في فوت ببرنامج، بس صارت الأشياء، والأشياء اللي بدها تصير بتصير يعني. وبالأول كنت مستغرب يعني، حتى يتتالي الإدارات يعني أنه لا شو بدي بهالموضوع، أنا شوي يمكن بعيد عني، ما بعرف هني شافوا في بوقت أنه لا مروان فيك تكون ببرنامج تقريبا بيحمل هالجو هيدا اللي أنت تستضيف فنانين. طرب مع مروان البرنامج الفني الراقي والهادف حقق أصداء جيدة جدا من موسمه الأول، الأمر اللي جعله مستمر لليوم. مروان خوري بنبارك لك أول شيء بموسم الرابع بطرب مع مروان، خبر شو قدام مبسوط لهيدا الموسم. هيدا بوعد الناس بموسم حلو، لأنه بس انبسط أنا بشغلي، مفروض الفنان ينبسط بشغلي اللي عم بيعملها، الضيوف والطريقة والأغاني والأشياء اللي مقدمينها، بوعدهم بسيزن بعد أحلى من اللي قبله. في ضيوف معينين حابب تستقبلون هسه الموسم؟ استقبلتهم، احنا خلصنا تصوير وكل شيء، 26 حلقة تم تصويرها، وفي ضيوف كتير بحبهم، وعلى رأسهم السيدة ميادة الحناوي حتكون بأول حلقة. اليوم تحولت من شخص بيتحاول لشخص بيحاور، كيف لقيت الفرق؟ ما كتير في فرق، طالما أنت على طبيعتك وطالما أنت صادق بالتعاطي، يعني مش أنه عم تلعب دور المذيع وعم تلعب دور الفنان، أنت عم تسأل أو عم تنسأل، أنت على طبيعتك. من الفنان اللي فاجأك أنت عم بتحاوله؟ في كتير، أنا عندي دايماً مشكلة استحضار الأسماء، بس ب 26 حلقة اللي قطعت هيدي في كتير، في الفنان ياس كرم كانت جلسة حلوة كتير. خايف أقوليلي في قلبي تتقلو وتعالي وياي، ولو دارت عنك حبي تفضحني عيني بها. بعيداً عن البرنامج، أخبار مروان العاطفية كانت تصدرت العناوين الصحفية مؤخراً بعد عودته لخطيبته مرة جديدة. نشر على السوشيال ميديا فيديو عم تغني وخطيبتك رجعتوا لبعضكم، بنبارك لك أول شيء بالعودة، وتاني شيء بنقول لك محبس مش بإيدك. هو ما هو محبس، هيداك بلبسه بكون عم بعزف، بحبه أنا عم بعزف، ما له علاقة المحبس ولا له علاقة الزواج ولا شيء، دايماً اللي بيردك هو الحب وإرادتك إنك تكمل وانك تستمر. وبعتذر من المشاهدين عم نضيعهم، بس ما كنت بحب انا احيان اساسا يعرفوا انه انا تركت او رجعت، وانا كتير متحفظ، بس عم نكون بسهرات وهالسهرات لانه ناس بتحب تعرف حياتي الخاصه وحياتي الشخصيه تبع الفنانين والاشخاص. مزبوط، وانا من هالناحيه ما عم بقول لا، يعني عم بكون على طبيعتي بالسهرات. يمكن البعض بيقول انه مروان مغير عادته، ليش عم؟ لا انا ما عم بقصد شيء، عم بتصير الاشياء بعفويه، وانا عم بكون بهالمطرح مبسوط انا وياها، مش عم بستعرض الموضوع، والاصدقاء عم بيصورونا، مع اني احيانا كثير عم بقول لهم روق شوي، خلينا نخلص المواضيع ونرجع بعدين نطلع على الناس نكون عارفين حالنا. كيف بتفضل حياتك الشخصيه تضلها؟ بفضل شوي، ايه بشخصيتي انا بفضل. عقبال الفرحة الكاملة يا مروان. أما على صعيد الخلافات الفنية الكتير اللي شهدتها الساحة مؤخرا، فمروان كان عنده رأيه الخاص. اليوم بآخر شهرين منشوف صار في كتير مشاكل بين الفنانين، مشكلة من هون مشكلة من هونيك، أزمة من هون أزمة من هونين، إيه شو رأيك بالمواضيع؟ هلأ ما في شك أنا عملت مقابلات كتير وحكينا عن هالموضوع، وما فيني إلا ما نحكي لأنه عم ينطلب مني هالشي، أنا بفضل ما أحكي، بس المشاكل يبدو أنه العالم كله سوا عايش على المشاكل، في جو سلبي بالجو. وليش بقول لك انا بحاول ابعد؟ لانه كل ما بعدت وصرت وحدك شوي بتنقى شوي عن المشاكل اللي موجوده بطبيعه الحال، وفي مشاحنه بين الناس. وبقول شغله، ما حدا منا مرتاح، شو بدكم بالنظره المبتسمه والضحكه على السوشيال ميديا؟ ناس تعبانه من جوا، ونحن الفنانين جزء من هالناس، لذلك هالمشاكل هيدي هي رده فعل. اذا بدك دائما في مشاكل بين الفنانين، بس انا مع الفنان انه قد ما في يخلي مشاكله
ويحتفظ بالغضب، لانه لحظه الغضب هي اللي بتنزع كل شيء. وصار عندنا عده بين ايدينا، بنقدر بلحظه نطلع نقول اللي بدنا اياه. يمكن انا بحس البعض بيندم وبقول لك يا ريت ما كتبت هالشيء. انا شخصيا بفضل انه ما يصير اطلع واقول عن افكاري اذا بدك، خصوصي بلحظه الغضب. بس باخر النهار نحن ب اذا بدك محيط فني، العداوه لا تدوم، وان شاء الله كلهم بيرجعوا بيتصلحوا وحيتصلحوا. شي مره مسكت تليفونك قررت تكتب تويت او تنزل صوره وقلت لا بلاها بلا ما نزلها؟ اكيد 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 بده يكون عندك قوه انك ما تكتب شيء سلبي، لانه السوشيال ميديا ثلاث ارباعها نيجاتيف سلبيه، لذلك بدك تكون قوي انه ما تكتب شيء سلبي. مع هالسؤال انهينا لقائنا مع مروان اللي كلنا عم ننطر برنامجه الجديد، لكن بالوقت نفسه ناطرين منه اعمال غنائيه جديده بالفتره القادمه بما انه انتهى من عجقه التصوير والضغط. وين مريت بهاك الحي لا تنسى تسال عني، وين مريت بهاك الحي لا تنسى تسال عني، والورد اللي دبلت بالفي يمكن لك وعد مني، والورد اللي دبلت بالفي يمكن لك وعد مني، وضاع الحب شوي شوي وضاعت الدنيا مني، وين مريت بهاك الحي لا تنسى تسأل عني.